السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وتكون صحتكم مزيانه، ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال يا ربي. اليوم وصفه جديده غادي نقدم لكم، غريبه بالزنجلان وكاوكاو، كتجي زوينه هاد الغريبه. كنحتاجوا لها في المقادير 3 كيسان سنيده، 3 كيسان زيت، كاس مزهر، 3 الخمارات، قريصة ديال الملح، 3 البيضات، كاس كاوكاو اللي محمر ومطحون، كاس زنجلان اللي حمرته وطحنته، زلافة سكر كلاسي غير للتزيين، هاد السكر كلاصي نحتاجو من بعد للتزيين، 4 الزبدة والدقيق اللي غادي يكفينا باش نجمعو هاد المقادير. نبداو دابا على بركة الله، ناخد الزبدة ونضع الزبدة، نضيف لها السنيدة، ثلاثة كيسان سنيدة، ونخدم مزيان هاد الزبدة مع السنيدة، نضيف هاد القريصة ديال الملح، خدموا مزيان هاد الزبدة مع السنيدة، هاهي بدات كتخدم. نضيف لها دابا الزيت، ثلاثة كيسان زيت، نخدم هاد الزيت تاهو مزيان مع الزبدة والسنيدة، نضيف دابا البيض، 3 البيضات، نضيف دابا كاس ديال ماء الزهر، دابا غدا نضيف كاس ديال الزنجلان، ندخل هاد الزنجلان مزيان مع المقادير، نضيف دابا كاس ديال الكاوكاو، هو تخلينا دابا الزنجلان والكاوكاو مزيان مع المقادير، غنبدا نضيف الدقيق،
نضيف خميرات نضيف الدقيق نضيف الدقيق ثاني باش يجي لينا الخليط نجمع الخليط ديالي كامل نضيف ليه الدقيق حتى كيتجمع ليا ومن يتجمع نتلاقى بكم. ها هي البنات من بعد من جمعت العجينه كتجي على هذا الشكل غادي نكورها والطابع اللي كنخدم به هو هذا كنطبع انا بهذا الطابع دابا غادي نكورها معاكم نحطها هنا في الطاوه ونطبعها بالطابع نعاود واحدة اخرى نعاود واحدة اخرى حتى نكمل دابا غادي نكمل العجينه ديالي كامله نكورها ونطبعها ونتلاقى بكم. ها هي البنات من بعد مني كملت الحلوه ديالي طبعتها كامله دابا غادي ندخلها الفران طيب نشعل عليها غير من التحت ونديرها الفوق حتى طيب ومن الطيب نشعل على الفران من الفوق غير الذهب شويه باش نتلقى بكم باش نزينوها. ها هي البنات من بعد ما خرجتها من الفران دابا بديت انا كنصوب فيها بديت نوريكم ناخذ وحده كنعمر التبصيل ديالي بحال هكا وكنفندهم كاملين في السكر كلاصي وكنحط في التبصيل نكمل كل شيء هاد الحبات ديال الحلوه ونقدم عليكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هي البنات الحلوه ديالنا من بعد مني فنتها كامله كتجي على هذا الشكل كنقدم عليكم بالصحه والراحه ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الحلوه ديال اليوم وما تنساوش الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم دعموني بلي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد والى فيديو قادم والسلام عليكم.